الذي تغير الآن وما هو المطلوب؟ إيوا نحاول، غادي نحاول الأوضاع الجديدة للأسرة والمجتمع، وهذا الشيء بغيت نتقاسمه معكم، لأنه الحقيقة أنا يؤرقني هذه الملاحظات التي ألاحظها، وسأحاول أن أبحث معكم عن مخارج جديدة. أهم خصائص هذه الأوضاع الجديدة: أولا الفرق المهول بين الأجيال. قبل ما كانش هذه الفروقات، كنت قريبة من الأم، من أمي، من جيل أمي. اليوم بنتي كانت شوية الفرق، أعتقد بأن أحفادي سيكون هناك فرق مهول بين الأبوين وبين الأبناء، ولذلك نراها التشنجات بين الشباب وبين الأجيال وبين الآباء ديالهم. الثاني، الأسرة ليس لها وقت للتربية لأول مرة في تاريخ الناس، ما عندهاش الوقت، كل شيء مشغول. وأركز على التربية وليس على الرعاية. الرعاية حاجة، التربية حاجة، كنصبنو كنطيبو كنوكلو كنلبسو كنشي كله رعاية. التربية غرس القيم، متابعة القيم، كيفاش غادي تسلم على الكبير، كيفاش غتهضر مع الصغير، كيفاش غتستقبل الضيوف، كيفاش تجلس، كيفاش تعلي صوتك، كيفاش تخفض صوتك. هذه التربية، هذاك الشيء اللي كانت مقابله الأسرة الممتدة، ما بقاتش الأسرة الممتدة، رجعت للأسرة النووية ومشغولة، ما عندهاش الوقت. قيم العفة أصبحت تعيش زلزال مخيف جدا. العلاقة بين المرأة والرجل لأول مرة أصبحت سهلة وسريعة وجذابة وقريبة، وحدودها تلاشت. فقط بالأسبوع ديالك يمكن لك تنشأ علاقة. رابعا، الثقافة الجنسية أصبحت صناعة، ما بقاتش حاجة فطرية الناس كيتورتوها وكيعيشوها بواحد الحميمية وبواحد الستر. أصبحت صناعة، خصك تتعلم، خصك تشوف، خصك تقرأ، خصك تبحث على اللباس، خصك تبحث على الشكل، خصك تبحث على كل شيء، وخص ديك المرأة تعتني بهذا الشيء كامل إذا بغات تنجح الأسرة. دير رياضة وتنزل الوزن ديالها وتهتم وتهتم اهتمامات كثيرة لم تكن ملزمة بها المرأة في السابق. إذا واقع جديد ومسؤوليات كبيرة أثقلت كاهل المرأة. ما تقولوا ليش أن المسؤوليات هي تمشي توظف وجيدة، بحاجات أخرى أصعب وأقسى على المرأة. الترفيه، أنا غير كنمر بسرعة، الترفيه أصبح أساس في التربية، ما كانش قبل الترفيه. اليوم كتنفق الأسرة 3-4 على الترفيه وعلى الرفاهية، وإلا ما نفقتش على الرفاهية كيتعقدوا الدراري، عاود خاصها تنفق عليهم في المسائل النفسية، عاود خاصها تمشي لحاجة أخرى. إذا في هذا في جانب. في الجانب الثاني، الثورة التكنولوجية طالت حياتنا وصافي، حنا كنعيش في واحد الزمن جديد ما يمكنناش نخرجوا منه، راه حنا فيه. كلكش تجي وتقول انا يمكن لي نعمل شي جدار ولا ما، صافي في هذا الوقت داك الشيء تقاضى. اذا خصنا خطاب دعوي جديد كيصلح لهذا الزمن ماشي داك الزمن. باقي حنا انا كنحس بان الخطاب الدعوي في الغالب ديالنا باقي ديال الثمانينات التسعينات الألفين، ما قدرش يوصل، ما قدرش يوصل لهذا الزمن. هذا ثورة التكنولوجيا طالت حياتنا كلها. هاد مرينا من عصر الحوسبة في الثمانينات التسعينات إلى عالم الآيفون، مرورا بالفضائيات والعالم الرقمي اللي مفتوح عليك. فين هي داك التلفزيون اللي كتخلي ولادك يتونسوا به؟ دابا راه عندك الحروب في الدار، خصك الشياطين كلها مفتوحة عليك. في التربية خصك تكون واحد الإنسان ما كينعس، ما كيغيبش باش ما تغيبش عليك الفلاتات في الليل. انت ناعس الله اعلم واش هما ناعسين. ها ايوا تعيا كيعرفوا كيفاش يردوا السي الشيخ، واش انت اللي غتوريهم. اذا وصولا الى انترنت الاشياء والقادم اصعب. انترنت الاشياء الذي يبشر او ينذر بان كل شيء في حياتنا سيدخل في عالم الانترنت. الاتات والملابس، غتلبس حوايجك وغتوقف حدا
المرايه وتبدا يقول لك واش مناسبينك الجو الطقس اللي على برا ولا ماشي مناسبين. تجلس كتاكل والشوكه اللي كتاكل بها كتقول لك شحال عندك ديال الغرامات السكريه تما وشحال كذا واش داكشي مناسب لك ولا ماشي. اذا دخلنا في عالم جديد. الدراسات تقول انه بحلول 2020 سيكون حجم سوق الانترنت الاشياء هو اكبر سوق بضعفين في العالم. المعلومة إذن اللي كنا هي التي تجمع حولنا الناس بشغف لم تعد مهمة. وجود المعلومة شغا يعملوا بها الناس وما عندهم المعلومات. كتجيب انت معلومة كيقول لك هو معلومات. إذن هذه المعلومة ما نبقاوش احنا مركزين عليها في الخطاب الدعوي ديالنا. إذن المعلومة اللي كانت داعية والمثقف والعالم يقدمها للناس ويجتمع تجتمع حولها العقول والقلوب وبكل احترام وبكل علين قدسوا ذاك العالم لأنه كيجيب لهم معلومات ما كيعرفوهاش. اليوم أصبحت لها طرق أقوى وأمتع وأسرع من الطرق اللي كيمتلكها هذه الداعية في زمن الأنترنت. إذن ما الذي سنقدمه دعوياً في ظل كل هذه التحديات القيمية والتكنولوجيا؟ أنا كنقول بأن أرقى ما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل كلهم على الإطلاق ليست هي المعلومة ولا الخطاب اللي كنا كنقلبوا له على المواصفات ديالو واش فيه التدرج واش ما داكشي كله خصنا نعتبره في الأرشيف. هي مشاعر راقية المشاعر. وهذا الشيء اللي كيخوفني انا اليوم في الحركه هي المشاعر اللي ما بقاتش كتظهر. خاصها تعاود تعطى لها القيمه وبها نعيشوا. هذا هو الدعوه ديالنا هي اغناء المشاعر التي مست القلوب وحولت كل ما دخل الى هذه المشاعر واستقبلته هذه القلوب الى معتقدات امتنعت بها العقول وضحت من أجلها واستسلمت لها. خصنا نعاودو نرجعو لذاك العمق والحقيقة. اليوم نحتاج أن نركز على هذه المشاعر بشغف. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كيتكلم على المتجالسين فيا أو الحديث القدسي المتجالسين فيا والمتحابين فيا. عاودوا نرجعو الاجتماعات ديالنا والمجالس ديالنا هذا العمق هذا الحقيقه هذا الروح الا بغيناها تكون ناجحه. اللي كيجي كيحس بالطمانينه وكيجي كيحس براسو بانه غيرتاح من داك القلق الذي دخل حياته من كل الجوانب غيجي تما غيطمئن غيرتاح. اذا المجالس التربويه والدعويه يجب ان تركز على معاني الاخوه في الله والمحبه في الله و أن تبحث عن ما وراء العقائد والتشريعات والأخلاق. قد تجيب لي القلم والمسطرة وتقول لي ها شحال عندك غتدخل الجنة وها شحال غتخرج منها إلى صليتي هذه الصلاة وإلى عملتي داكشي كله لم يعد مؤثرا لأن المعلومة بحال اللي قلنا موجودة. القيم التي يفتقدها الإنسان لابد من التركيز عليها. طمأنينة السكينة الرحمة التراحم التعاون التكافل. أن أحس بأنني أعيش في جسد واحد أمة الجسد الواحد. هذا الشيء هو اللي خصنا نرجع له الروح. ما هي القضايا بسرعة أيضا؟ قضايا المرأة والأسرة. نحرروا الخطاب. واش دابا باقي حنا غادي نتكلموا على الأدوار ديال المرأة والأدوار ديال المجتمع؟ الله تعالى قال لنا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ياك بغيتو تتكلموا على الذكوره والانوثه والذكر والانثى ان سعيكم لشتى. اسيدي راه عندكم وظائف تتكاملون فيها. المراه ترسم هي ترسم لراسها الحدود. بغات تكون غير مراه جالسه في الدار وكذا ومزوجه وكتولد وكتعيش الامومه الله يعاونها داك شغالاتها. بغات تكون مراه كتجمع بيناتهم وكتوفق تجتهد وتدي الاجر على قدر النصب يكون الاجر. بغات تخرج لهذا المجتمع تعاون على التغيير وتعاون على الإصلاح وتعاون على هذاك شغالتها.
في الاسلام ما كاينش الممنوع، اللي عندها الغريزه للامومه كبيره تعيشها، الله يعاونها، هذاك هو الاجر ديالها اللي عندها. واللي عندها الاحساس بهموم الامه وبغات تساهم وبهموم الانسانيه تساهم قد الطاقه ديالها قد القدرات ديالها. حتى واحد ما كيلزمها في الاسلام، ولكن هي تلزم نفسها ويمكن تلزم نفسها مع الجماعه التي تنتمي اليها، هذيك العمل المدني ولا ديك الجماعه ديالها ولا ديك الحركه اللي تما كتلزم النفس ديالها. ايضا لابد ان نركز في المجالس ديالنا على العلاقات الزوجيه، اللي انا قلت لكم اصبح الجين الصناعه. علام كتكلموا دابا ملي كتكلموا على العلاقات الزوجيه؟ خصكم تستحضروا هذا الشيء، تكلموا على ديك المراه التبعول وحسن التبعول، عنده اشكال جديده، ما بقاش عنده ديك الاشكال القديمه. العلاقات بين الجنسين، حنا في مجتمع مختلط، اللي بغى يعيش بوحده ويعيش في مجتمع ماشي مخلط، ماشي هنا، ماشي في المغرب، خصو يقلب له فين يعيش. مجتمع مختلط من الحضانه وانت في الاختلاط، ما عندكش كيفاش تفك منه الا تربي ولادك على كيفاش يعيشوا بالعفة في مجتمع مختلط، وتربي المجتمع كيفاش تعيش بالاحترام بين الجنسين. وهذا الشيء خصو يكون في المجالس ديالنا الداخل، الدروس تكون في هذا الشيء. العلاقات الوالدية، واش هي كتجي الأم كتبقى تقول لك وكنطيب وكندير؟ ماشي داك الشيء اللي كطالبين ولادك اليوم. اليوم طالبين الأمان العاطفي، الإشباع العاطفي، هذا هو اللي عندهم فيه المشكل. اما الا ما طيبتيش يمشي يشريوها ويجيبوها، ما بقاش مشكل ديال الطياب. ما صبنتيش كاين المصبانه، كلشي كاين اللي ينوب عليك، ولكن في العواطف ما كاينش اللي ينوب عليك. في العلاقات الرحميه، كيفاش ننظموا ديك العلاقات الرحميه في ظل هاد الاكراهات الجديده ديال المجتمع؟ كان كبير السن كنجيبو كيعيش معنا، دابا واش قادين نقابلو كبير السن؟ هذه اسئله. واش قادين نقابلوا ديك الخاله اللي ما ولدتش وما عندهاش الدراري وكبرت وبقات بوحدها؟ هذا مجتمع تغير، لا بد ان نتحدث عن هذا. العلاقات الاجتماعيه ايضا، العلاقات بين الجيران، ما بقاش عندك جار واحد كتسكن في عماره فيها 50 ديال الجيران، كيفاش تتعامل معاهم؟ اذا طيبتي وشموا، واش دابا داك الحديث كيفاش تنفذوا؟ وهكذا في قضايا الاسره، الرعاية والتربية على القيم، تحقيق الأمان، الإشباع العاطفي الفكري. إذا هاد الأم خصها تكون مثقفة باش تجاوب ولادها، خصها تقرا، خصها تواكب، خصها تتابع، وإلا أي تربية كنتكلموا عليها إلا انقطعت عما يجري في العالم وفي المجتمع. إثارة المشاكل الحقيقية والعميقة والتعريف بها في المجالس التربوية وفي المجالس الدعوية، نفتحوا على الشباب سمعوهم. إثارة قضايا الشباب هذه الأخيرة، الدعوة بالنظير، واخا عيانا نأثر، ولكن هذاك الرفيق ديالو اللي قدو هو اللي غيأثر فيه، هو اللي غيوريه، هو اللي غيقد يلامس الهموم ديالو والقضايا ديالو. خصنا نأثروا هاد الشباب باش هما الدعاة الحقيقيين. تنويع الوسائل الدعوية السريعة والجذابة، ما بقاش الوقت ديال قال لك 16 صفحة نقراها، دابا انا ثلاثه الصفحات وحرفت لي كيفاش غنقراهم. كاين 16 اللي كانوا كيعملوا جلسنا بهم، اليوم خصو جوج كلمات مأثرين ما ينساهمش، يخرج يبقى عاقل عليهم، بقاو كيدوروا في راسو، وتا عاود يتلقاك ويسولك على شي حاجه دارت بسبب دوك جوج الكلمات، بسبب ديك القصه اللي دغيا قلتيها له، دغيا لقات الاثر ديالها. هاد الوسائل منها التي تعتمد المصاحبة، خاش الأستاذ إلقاء الدرس، الشيخ والمريد، داكشي تقاضى. الأنشطة اللي فيها بالنسبة للشباب، الأنشطة الحركية والوجدانية والرياضة. نقول لكم بأن أكثر الأنشطة اللي حضرتها مع الشباب اللي كان فيها التأثير، هي غير كنجر ديك الشابة وكنحضنها وكنقول لها عجبتيني كنرجعوا صحاب، واخا نبقى نهضر 100 عام، كنعمل حركة وحدة كتأدي تفي بالغرض. كنشوفها مهمومة كنعيط لها كنقول لها أنا كنحس بك حزينة، علاش بنتي؟ كتبدا تبكي،
خصك تمشي للمشاعر، تما القصة كتبدأ. الصداقة والتواصل، مجموعات، قضايا الفكر والثقافة، الرفع من اهتمامات الأفراد والناس. اليوم هناك مشاريع وهناك شغل لا يتوقف على الإنسان باش يرجع كيهتم غير براسه، أناني، ما عنده غرض لا في وطن ولا في عدالة اجتماعية، تا تمسو هو ديك العدالة عادي يمضي يهضر ويقلب على الهيئات الحقوقية باش تعاونه، ماشي باش يخدم فيها. كيف يمكن أن نرفع هموم الناس باش يهتموا بالوطن ويهتموا بالعدالة الاجتماعية ويهتموا بالأمة ويهتموا بفلسطين؟ هادشي كان سهل في الثمانينات التسعينات، اليوم أصبح صعب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ومنا جميعا، وأن يجعلنا رحمة على بلدنا وعلى هذه الدعوة، وأن يوفقنا لكي نؤدي مهامنا ونستمر في أداء رسالتنا في واقع جديد وفي واقع لا أخفي كنا أخواتي الكريمات بأنه صعب. الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.